الحبايب المحترمين كل راحت مال كمال اقسام اهو ادينا باقي الموزة قبل ما اروح اتمرن بايت راي نرد عندي سوبر شيت بايت راي واحدة موزة مع كوباية اسبريسو واللي بيعمل لايكات يعملوا لايكات باور اللي عايز باور وطاقة يستخدم الحاجات دول موزة مع اسبريسو قبل التمرين بربع ساعة ان احنا لسه هنلعب كارديو هنسخن 10 دقايق على السير ونخش كمال اقسام وبعد ما نخلص كمال اقسام هنخش شوية بطن كل ده محتاجين دول احنا محتاجين نشاط وحيوية وطاقة اهو عملي واشتركوا واعملوا سير للقناة والمعلومة دي اللي مش عارفها يتعلموا مني حاجة واعملوا سير عشان اللي مش عارف اللي مش عارف المعلومة دي ياخدها مني اهو احنا بننصح الشباب والبنات والكبار كل اللي رايح يشيل اوزان تقيلة 10 كيلو 20 كيلو 50 كيلو عايزين باور زيادة مش محتاجين حد يساعدكم في التمرين نستخدم دول اسبريسو معمول وبعد ما نخلط خالص ناخد واحدة مزايا تستعيد الطاقة كما كانت واعملوا سير ودعم للقناة وشكرا لكم.